من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. نحن قبل أن نشرف بالجلوس هنا أكرمنا الله بأن لقنا إخوة لكم الإيمان كما رأيتموهم، لقناهم الشهادتين. والإنسان إذا تأمل في أحوال أولئك الخمسة يفرح ويحزن في آن واحد. يفرح بنعمة الله عز وجل على هؤلاء، قدموا من بلاد بعيدة يبتغون الدرهم والدينار. أي أحد منهم يوم أن أخبر أن عملا ما جاءك في هذه البلاد لم يكن في خلده الإسلام طرفة عين، وإنما كان في خلده كيف سيبني مجدا ماليا إذا عاد، ثم قدموا، ثم إن ربنا عز وجل وهو أعلم بعباده، فوالله من يخذل لم يظلمه الله، ومن يوفق إنما وفقه الله. ثم إن الله عز وجل أكرمهم بالإيمان، ولا ريب أن المؤمن يفرح إذا رأى هذا ويعلم أن هذا خير ساقه الله عز وجل إليهم. ولا نقول يحزن، وربما تعجلت في اللفظة، لكن المؤمن يعلم كما أن الله قادر على أن يهدي، قادر على أن يضل، فيخشى على الإيمان الذي في قلبه أن يسلبه الله عز وجل إياه قبل الممات. وقد قلنا في دروس سبقت وسنبقى نقول، والله لا يخاف المؤمن من شيء يفقده أعظم من دينه، وإن من أعظم الخذلان الذي يؤتيه الله جل وعلا لبعض عباده أنه إذا دنت منيتهم وقربت وفاتهم سلبهم الإيمان الذي آتاهم. ولا يأمن هذا أحد كائنا من كان، ولهذا ذكر الله جل وعلا الصالحين من خلقه والأخيار في عباده يوم أن قال، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.